أكد عدد من النواب في لقاء خاص للتلفزيون المصري أن مشروع الموازنة للعام المالي الحالي يحتوي على مؤشرات إيجابية فيما يخص الاستخدامات، حيث تم زيادة باب الأجور للعاملين بأجهزة الدولة داخل الموازنة إضافة للعاملين بالهيئات الاقتصادية. في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية في بعض المؤشرات الإيجابية اللي بتقدمها الموازنة، يعني لو جينا اتكلمنا على الباب بتاع الأجور زاد ل 470 مليار عن السنة الماضية، كان 410 مليار، بزيادة تقريبا تصل ل 15%، وده لتخفيف عبء التضخم على الموظفين الموجودين في الدولة. كمان بند الدعم للحماية الاجتماعية وتكافل الكرامة وغيره يمكن زاد ل 530 مليار من 425 مليار تقريبا، بزيادة تزيد عن 100 مليار جنيه لتخفيف العبء على الطبقات الفقيرة. ويمكن كان في كمان دعم الصادرات زيادتها ل 28 مليار مقابلة ل 6 مليار العام السابق، وده شيء مفيد جدا لاستراتيجية الدولة لتوطين الصناعة، وده كان شيء إيجابي من المؤشرات الإيجابية اليوم. يعني يمكن أعرضت أن طبعا الموازنة العام الحالي بتوضع في ظل ظروف اقتصادية عالمية استثنائية بتؤثر على العالم كله، وبالتالي بتؤثر على مصر، بتؤثر على وضع الموازنات. يمكن خرجنا من وباء كورونا، بعد كده حصل الحرب الأوكرانية الروسية اللي يمكن زودت الأسعار بشكل غير عادي وغير مسبوق، فبالتالي الموازنة موازنة استثنائية، ولكن أيضا تحتاج إلى خطط استثنائية من الحكومة. يمكن وجهت يمكن في الكلمة أن الحكومة يجب أن تستخدم طرق بديلة وخطط بديلة لمواجهة الأزمات ديت.